السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتي سوق العقارات اسكندرية العجمي 2/6 أكتوبر شاطئ النخيل. بنقدم حضراتكم النهاردة عرض جديد وفيلا مكونة من 3 طوابق بجوار البحر والشارع الرئيسي والخدمات العامة داخل القرية. سعر وموقع مميز جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. اول حاجة بتقابلني هنا عند الريسبشن، متقسم عندي تقسيم قطعتين. الريسبشن متقسم عندي حرف ال متشطب كويس جدا، تشطيب فول ممتاز، تشطيب جبسون بورد والوان هادية وديكورات مميزة جدا، جميل جدا ما شاء الله. دي القطعة التانية من الريسبشن. ديكورات ممتازة، خلفية مميزة جدا من الثري دي. عندي هنا سلم داخلي من الرخام بيطلعنا للطابق الخامس، عرضنا في الطابق الرابع والخامس والروف. وعندي هنا مكان غسالة في الأوتوماتيك. طرق التوزيع على غرف النوم والحمام، على شمالنا هنا موجود الحمام. قصادنا هنا موجود عندي أول غرفة نوم، متشطبة كويس جدا، تشطيب ممتاز، تشطيب جبسون بورد والوان هادية وديكورات ممتازة. قصادها موجود عندي هنا الغرفة التانية، دي مساحتها أكبر شوية من الغرفة الأولى، بتشيل معايا غرفة نوم كاملة، متشطبة برضو كويس جدا ما شاء الله، تشطيب ممتاز، تشطيب جبسن برضو والوان هادية وديكورات مميزة جدا. رؤية الريسبشن عندي هنا من زاوية تانية، ونشوف رؤية البلكونة ورؤية الشارع. عندي هنا بلكونة كبيرة ممتازة ما شاء الله، تراس رائع ومميز جدا. بتطل على شارع عرضه 12 متر، وعلى نهاية الشارع ده موجود البحر، وبتشوف البحر بكل وضوح، 10 دقايق بالظبط مشي للبحر. وبجوار شارع 10 والخدمات العامة داخل القرية. موقع ممتاز جدا ما شاء الله. نطلع مع بعض عن طريق السلم الداخلي من الرخام. نفس الديزاين بالظبط بتاع الطابق الرابع. عندي هنا مكان الغسالة في الأوتوماتيك، طرق التوزيع للغرف، وقصادنا هنا موجود السلم الداخلي اللي بيطلعنا للروف. على شمالنا هنا برضو موجود الحمام. وعندي هنا دي تالت غرفة نوم، متشطبة تشطيب ممتاز، تشطيب جبسون بورد. وبجوار منها تانية موجودة عندي الغرفة الرابعة،
دي برضو مساحتها اكبر شوية من الغرفة. التالتة متشطبة برضو كويس جدا ما شاء الله، تشطيب ممتاز، تشطيب جبسون برضو، ألوان هادية وديكورات مختلفة ممتازة. ما شاء الله عندي هنا موجود ده ريسبشن متشطب كويس جدا، تشطيب فوق ممتاز، تشطيب جبسون بورد بالوان هادية وديكورات سي ان سي. وعندي خلفية هنا جميلة جدا برضو من السري دي. وعلى يمين هنا موجود مطبخ أمريكاني، مساحته كبيرة وجميلة جدا ومتشطب تشطيب ممتاز، تشطيب جبسون بورد وسيراميك للسقف. إطلالة ممتازة جدا للشارع وبتشوف البحر بكل وضوح، جميل جدا ما شاء الله. عندي هنا ده باب بيفتح على سلم العمارة، ممكن يتقفل يتلغي أو يفضل زي ما هو كده. هنطلع مع بعض عن طريق السلم الداخلي من الرخام للروف. عندي هنا دي الغرفة الخامسة، دي غرفة ما شاء الله مساحتها كبيرة، ممكن تتعمل غرفتين. الغرفة كبيرة ما شاء الله، عبارة عن حرف L زي ما احنا شايفين، متشطبة تشطيب هادي جدا. وعندي هنا فراندا كبيرة بمساحة العمارة بالكامل، ده الروف بالكامل. وعندي هنا موجود دي غرفة، غرفة مخزن، يعتبر كده 6 غرف نوم. ممتاز جدا ما شاء الله، وفيو رائع ومميز جدا. فراندا كبيرة، عندي هنا المساحة بالكامل بتاعة العمارة، ونشوف برضو عندنا هنا البحر بكل وضوح. ما شاء الله شغل ممتاز. وكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهاردة من قناة سور عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل فيلا دوبلكس مكونة من 3 طوابق، الرابع والخامس والروف، مسجلة في جمعية 6 أكتوبر القوات المسلحة، وكاملة العدادات كهرباء ومياه وزحنا في من السلم آخر فواتير كهرباء ومياه تاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للفيلا 400 متر، عبارة عن 6 غرف نوم ومطبخ أمريكاني و3 حمام و4 بلكونة و3 ريسبشن وفراندا كبيرة. موقع مميز جدا بجوار البحر والشارع الرئيسي، والخدمات العامة تصلح للمسكن والمصيف والاستثمار العقاري. السعر 700,000 جنيه كاش، السعر بالدولار 44,000 دولار. وكان مع حضراتكم من داخل المكان أحمد بهجت صاحب قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم، تشتركوا معانا كمان في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد في عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم إن شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.